وبسبيل مما نحن فيه ما هو معروف من قصة مداس أبي القاسم الطنبوري، فقد حكي أنه كان ببغداد شخص يعرف بأبي القاسم الطنبوري، وكان صاحب نوادر وحكايات، وله مداس، والمداس كسحاب ما يلبس في الرجل، وكان له مداس له مدة سنين، كلما انقطع منه موضع جعل عليه رقعة، إلى أن صار في غاية الثقل، وصار يضرب به المثل فيقال أثقل من مداس أبي القاسم الطنبوري. واتفق أنه دخل سوق الزجاج فقال له سمسار: يا أبا القاسم، قد وصل تاجر من حلب ومعه زجاج مذهب قد كسد، فابتعه منه وأنا أبيعه لك بعد مدة بمكسب المثل مثلين. فابتاعه بستين دينارا. ثم دخل سوق العطارين فقال له سمسار آخر: قد ورد تاجر آخر من نصيرين بماء ورد في غاية الحسن والرخص، فابتعه منه وأنا أبيعه لك بفائدة كثيرة. فابتاعه بستين دينارا أخرى، ثم جعله في الزجاج المذهب ووضعه على رف في صدر البيت، ثم دخل الحمام بفلس، فقال له بعض أصدقائه: يا أبا القاسم، أشتهي أن تغير مداسك فإنه في غاية الرداء وأنت ذو مال. فقال: السمع والطاعة. ولما خرج من الحمام ولبس ثيابه، والحمامات في ذلك الوقت كانت عامة، فلما خرج من الحمام ولبس ثيابه وجد إلى جانب مداسه مداسا جديدا، فلبسه ومضى إلى بيته، ظن أو اعتقد أن صاحبه الذي أشار عليه قد أنفذ ونفذ ما أشار به عليه، وابتاع له مداسا جديدا، فجاء به فوضعه بجوار مداسه القديم. فلما خرج وجد إلى جانب مداسه مداسا جديدا، فلبسه ومضى إلى بيته. وكان القاضي دخل الحمام يغتسل ففقد مداسه، فقال: الذي لبس مداسي ما ترك عوضه شيئا. فوجدوا مداس أبي القاسم الطنبوري، قالوا: هو لفلان وهو معروف. فكبسوا بيته فوجدوا مداس القاضي عنده، فأخذ منه وضرب وحبس وغرم جملة مال حتى خرج من الحبس. فأخذ المداس وفي نفسه موجدة عليه، فألقاه في دجلة فغاص لثقله في الماء، فرمى بعض الصيادين شبكته فطلع فيها المداس، ولأنه مشهور ذائع الصيت قال الصياد: هذا مداس أبي القاسم الطنبوري. والظاهر أنه سقط منه، فحمله إلى بيت أبي القاسم فلم يجد، فرماه من الطاق إلى بيته فسقط على الرف الذي عليه الزجاج، فتبدد ماء الورد وانكسر الزجاج. فلما رأى أبو القاسم ذلك
لطم على وجهه وصاح: وافقراه، افقرني هذا المداس. ثم قام يحفر له في الليل حفرة، فسمع الجيران حس الحفرة فظنوا أنه نقب، أن اللصوص قد جاءوا بليل ينقبون عليهم بيتهم بنقب جدارهم، فشكوه إلى الوالي، فأرسل إليه من اعتقله وقال له: تنقب على الناس حائطهم، اسجنوه. ففعلوا، فلم يخرج من السجن إلا بعد أن غرم جملة مال، فأخذ المداس ورماه في مستراح الخان، فسد قصبة المستراح وفاض. وقصبة المستراح هي أنبوب الصرف في هذا الزمان، فأخذ المداس ورماه في مستراح الخان فسد قصبة المستراح وفاض. فكشف الصناع ذلك حتى وقفوا على موضع السد، فوجدوه مداس أبي القاسم الطنبوري، فحملوه إلى الوالي وحكوا له، فقال: غرموه المصروف جملة. فقال: ما بقيت أفارق هذا المداس. وغسله وجعله على السطح حتى يجف، لأنه كان غارقا في القدر في المستراح، فغسله وجعله على السطح حتى يجف. فرآه كلب ظنه رمة، فحمله عبر به إلى سطح آخر، فسقط على امرأة حامل فارتجفت وأسقطت ولدا ذكرا. فنظروا ما السبب، فإذا مداس أبي القاسم. فرفع إلى الحاكم فقال: يجب عليه غرة، وهي دية الجنين، إذا أسقط ميتا وقدرها عبد أو أمة أو نصف عشر الدية الكاملة للقتل القطع. فقال: يجب عليه غرة. فابتاع لهم غلاما وخرج وقد افتقر ولم يبق معه شيء، فأخذ المداس وجاء به إلى القاضي وحكى له جميع ما اتفق له فيه، وقال: أشتهي أن يكتب مولانا القاضي بيني وبين هذا المداس مبارأة بأنه ليس مني ولست منه، وأنني بريء منه، ومهما فعله هذا المداس يؤاخذ به ولا يلزمه، وإنما يلزمه هو، فقد أفقرني. فضحك القاضي ووصله بشيء ومضى. فهذه قصة ذكرها جامع أخبار الأدب، وهي تكاد تصور لك ما حدث تصويرا، وكأنما تنقل لك ما كان بعجره وبجره، فكأنك تشهد الرجل وقد وقع في حيص بيص، لا يدري ما يصنع بهذا المداس الأحمق الذي يورطه مرة بعد مرة في تلك المضائق، يتكلف المال ويعاني ما يعاني من الحبس والتضييق، والمداس لا يلتفت، وإنما هو ماض في غيه يورطه مرة بعد مرة، فلم يجد مخرجا من ذلك إلا بأن تكتب مبارأة بينه وبينه، كأنما هي طلاق المتلاعنين. وقدرة اللغة، مع أنه قد صيغ هذا الخبر بلغة وسط، وإنما هي سلسة سهلة تنقل ما كان وتصوره.